الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، ما زلنا مع قصص الأنبياء، وضيفنا اليوم هو نبي الله لوط. ولوط وابن الأخ الأكبر لسيدنا إبراهيم، وقد ذكر في القرآن أكثر من 25 مرة. وقومه عاشوا في منطقة سدوم، وهي أحد قرى بلد الأردن، وابتلي قومه بعبادة غير الله تعالى وباللواط، فنهاهم عليه السلام عن هذا الفعل القبيح وزجرهم، ولكنهم قابلوا ذلك يعني بالعناد، فقالوا له يعني كما جاء في القرآن الكريم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بل وتمادوا في طغيانهم، حيث قالوا لنبي الله لوط: إيتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فدعا الله تعالى عليه السلام أن ينصره وينصر قومه المؤمنين وأهل بيته. جاء إلى لوط وفد من الملائكة، وهذا الوفد كان قد زار سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقلنا في الحلقات الماضية بأنهم بشروا سيدنا إبراهيم يعني بالإنجاب بعدما يعني قد بلغ من الكبر عتيا، وكذلك زوجه يعني كانت قد يعني وصلت يعني إلى سن اليأس، ولكن كانت هذه من المعجزات التي بشر بها الملائكة سيدنا إبراهيم. هذا الوفد انطلق إلى نبي الله لوط، فاستقبلهم لوط وأكرمهم وفرح بهم، لكن زوجته أخبرت قوم لوط أي قوم زوجها بأن هناك ضيوفا قد حلوا على زوجها، ولم تعلم ولم يعلموا بأن هؤلاء الضيوف هم ملائكة، فأتوا إليه وأرادوا أن يقتحموا بيته وفاوضوه على أن يدخلوا يعني ويروا هؤلاء الضيوف الذين هم ملائكة، فذكر ذلك في القرآن. فقال الله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. أي أنهم تريد أن تقتحموا بيتي ولدي بنات ولدي يعني زوج ولدي حرمة. فطلبت الملائكة بعد ذلك من نبي الله لوط أن يخرج ليلا وأن لا يلتفت خلفه، لأن عذاب الله سيحل بالقوم. ولوط هو سائر يعني في الليل مع قومه المؤمنين ومع أهل بيته ومنهم زوجته، يعني سمعوا الصياح والخسف، فالتفتت زوجته ونادت وقومه، فكان مصيرها مصير قومها، فسلط الله عليهم عذابا حتى صارت يعني الأرض يعني عاليها سافلها، وأرسل عليهم صيحة ومطرا من حجارة، لأن الله تعالى لا يخلف وعده. إلا أنه كما قلت أحبتي الكرام، زوجة لوط يعني قد التفتت، فكان مصيرها مصير قومها حيث دخلت معهم. ولذلك جاء في القرآن الكريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. أحبتي الكرام، الدرس المستفاد من قصة لوط وأن الله تعالى ناصر من اعتصم بحبله وناصر من تمسك بطريقه. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أحبتي الكرام، نستخلص الدرس الأساسي وأن الله تعالى لا ينسى عبده. الله عز وجل لم ينسى عبده لوط، نعم صبر وقاوم، ولكن كان الجزاء الحسن. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ نسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بالحسنى وزيادة، وأن يجعلني وإياكم ممن يستنيرون بهؤلاء الرجال الذين قال فيهم المولى عز وجل: فبهداهم مقتده. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا عملنا جميعا، وإلى حلقة مباركة ميمونة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.